مطالبنا اليوم مطالب عادلة، انه الشعب يعيش بحرية، الشعب يعيش بكرامة. انخنقنا، كل بسكت فينا، الأحزاب، التنظيمات، كل بسكت فينا. شعب غزة ميت مستوي، حلوا عنا، كل التنظيمات يحلوا عنا، هاي مطلبنا بس. ما هي عادلة؟ مطالبنا يوفرونا أدنى مقومات الحياة، مأكل، مشرب، حياة كريمة، هاي اللي بنطالب فيه. اليوم الحياة صعبة جدا في غزة صارت، يعني لا أكل ولا شرب ولا أمن ولا أمان ولا أي شيء، ولا معبر ولا تعليم ولا صحة. فإحنا بنطالب وفرونا أدنى مقومات الحياة، يعني وفرونا كهرب، وفرونا عمل مناسب، وفرونا نقدر نأكل ونشرب.